طيب الأخت تسأل تقول: في أحد المساجد يصلي الرجال على الجنازة في فناء المسجد، لكن النساء تصف في مصلاهن ويكون الصف على يسار آخر صف للرجال، فهل صلاة النساء صحيحة؟ الجواب نعم، صلاتهن صحيحة ولا حرج عليهن في ذلك والحمد لله، طالما أن الصف له يوجد حائل بين الرجال والنساء بحيث لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء، فالصلاة صحيحة إن شاء الله، ولا يعني يؤثر وجود أول صف للنساء بحذاء آخر صف للرجال، لا يؤثر ذلك في صحة الصلاة والحمد لله، والله سبحانه وتعالى أعلم. كيف لسنا خلف الجنازة؟ لحظة يا إخوان، الأخت تقول إنهن لسنا خلف الجنازة، كيف لسنا خلف الجنازة؟ إذا كانت صفوف النساء على يسار صفوف الرجال، ويعني يتحاذى الصف الأول للنساء بآخر صف من صفوف الرجال، هذا معناه أنهن خلف الجنازة. أما إذا كن أمام الجنازة فمعناه أنهن أمام الإمام، فإذا كن أمام الإمام فالائتمام بالإمام لا يصح ذلك إذا كن أمام الإمام. Question concerning the mosque, which is not sufficient for the people, and there is a janazah prayer, and the last row for the men is even to the first row of the women. Is it permissible for this prayer? Is it acceptable? And the Sheikh said it's acceptable and is no problem with this due to the fact that the mosque is not big enough. And the question was this, that they are not behind the janazah, and the Sheikh says that you are behind the janazah, otherwise you are in front of the Imam, and the prayer is not to be acceptable in this case. So if your first row of the women is to the side of the men, for which is the last row of the men, this consider is behind the janazah, and the prayer is acceptable, even if to the side of the men, إن شاء الله، no problem. اللهم اجمعين.